احنا كمان نقول انه النهارده الحقيقه صحينا على خبر للاسف سيء، اصابه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي بفيروس كورونا بعد ما اجرى طبعا المسحه وثبتت ايجابيه العينه. طبعا احنا طمنا عليه وعرفنا انه الحمد لله حالته الى حد كبير جدا مطمئنه، نتمنى له طبعا سرعه الشفاء. والحقيقه يمكن الى حد كبير جدا حاله الدعم والحب الكبيره جدا، حتى الدعم المعنوي طبعا من جماهير النادي الاهلي اللي بمجرد ما عرفت الخبر دخلت على السوشيال ميديا، اعتقد تفرق كتير جدا، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الشفاء العاجل للمهندس خالد مرتجي.